سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى تكونوا كاملين بألف خير وعلى خير. اليوم جيت ليكم بالتقضيه ديالي نتاع الشهر ديال الكيتو. يلا، اللي بغى يعرفني شنو كنتقضى الكيتو، ما عليه الا يدخل الفيديو ويتابعني حتى الاخر. اليوم عندي تقضية ديال الشهر كامل ديال الكيتو. شنو عندي في البروتينات؟ شنو كناخذ في البروتينات؟ اذا البنات ما تخلعوش، لان هذا المشتريات ديال الشهر كامل، ما غاديش عاد نمشي للسوق. تسويقه واحده كافيه وكيشيط لي منها الشهر الماجي. كميات الكيتو، الانسان واخا ما ينقش دقه واحده، كينقص بشويه بشويه وكيقوي المناعه ديالو بهاد المحتويات، وكتكون عنده تغذيه سليمه وصحيه. نتمنى انكم تتابعوني حتى الاخر نتاع الفيديو، لان دابا جبت لكم كل شيء المشتريات، سواء من اللحوم والاجبان والحليب، وكذلك الخضر اللي يمكن لي نستعمل في الحميه ديالي نتاع الكيتو. شنو كنستعمل بالنسبه للحوم الحمراء والبيضاء والسمك والدجاج؟ كل شيء كنستعمل. انا اليوم مشيت شريت شويه ديال الهبيره نتاع الخروف ديال الملج، وشويه ديال الكفته، شويه ديال الكفته خليتهم جانبا، وشريت الحوت البنات. هادشي اللي لقيت اللي عجبني، جبت هذا سيبيا، ولا اش كتقول، حنا كنقولوا تشوبو. اذا هذا جبته طري، جبت واحد كيلو. كذلك مثال جبت هذا الحوت، هذا كيعجبني البنات، كيكون سمك ابيض غزال، اذا كيدير حوالي 50 درهم للكيلو اولا 40 درهم. حنا عندنا شويه الغلا، واخا حنا في بلاصه الحوت وعندنا البحر الابيض المتوسط، ولكن الغلا في الحوت بزاف، لان كله كيخرج على برا. ما علينا، اذا نمر الى انا الاسماك. جبت هذا الكونجيلاتور، كنشريهم كنستعملهم هادو قطع ديال الكالامان والكروفيت والسيبيا، وهذا خليط من الكالامان والكروفيت، وهذا نشريه كونجلي من مرجان. اذا هذا ديال الكونجيلاتور. اذا نمر الان الى الاجبان والحليب والسكر اللي كنحليو به، والقشده الطريق كذلك مثال، ونوع الزبده اللي كنستعملوها في الطهي ديالنا. مثلا هادو كانوا عندي ديجا في الكونجيلاتور، بغيت نوريها لكم. انا الريكوتا كنشريها وكنقطعها قطع صغيره هكا وكنديرها في الكونجيلاتور. كذلك مثال الكودا، الفخوماج كودا، كنحكو وكنديرو في الكونجيلاتور. هادو كانوا عندي في الكونجيلاتور، بغيت نوريه لكم وصافي. انا هادي شريت موتزاريلا، شريت موتزاريلا محكوكه. شريت كودا ناتورال كودا، كنشري كميات قصيره وكننوع قليله وكننوع في المذاقات. وهذا هادو لي كويس ديال لادان بلي بوافغ، شريت غير واحد الكميه قليله اللي كنديرها في البيض اومليطه اولا ناكلو هكذاك. هذا كودا، فرماج كودا مع الكمون، وهذا حتى هو كودا مع الكيمون، حتى هو هذا بالحار وهذا بالكيمون. وشريت الجوب الابيض، هذا سي دو فرماج بلون نتاع الريجيم، هو كاتبينو هنايا، ولكن انا كنديرو في 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 لي طارت، وتاكليه هكذا وديريه في لي سالاد طريفات فيما بغيتي. جبلي حتى هو شريته، ماشي هذا نوع من بحال الجبلي، ولكن ماشي نوع جبلي، جبيلات اور بلون حتى هو طارتيني. كنستعمل لي شوكولا نوار سون سكر نوار، كتكون نسبة 80% 85%. هادي بلا سكر، نسلي بلا سكر، هذا نوار كذلك مثال. هذا كاع شو كي لقيتو داير مسكين. هذا نوار حتى هو 80، وهذا 80، وهذا 80، وهذا كنشريه حتى هو نوار اكسترا، كنشري ما فيهش السكر، كنشريه بوغ لي طارت، والاخر ناكلو ونديرو في لي طارت كذلك مثال. القهوه ضروريه تكون عندنا في الصباح مسوسه. الانواع نبدا لكم بالنسبه للحبوب، كنستعمل الجنجلان، كنستعمل عندنا الجنجلان،
دائما كنشري جوج بطاطا حتى كيتقاداو لي، ويعني كميه صغيره حتى كيتقادا لي، وكنزيد نشري وكنعاود نخلفها. كنشري نوار الشمس ونوار ديال القرعه، هذا كنديرهم في دانون البنات. كنشري الشيا، الشيا شويه غاليه ولكن رائعه البنات، رائعه رائعه الفطور، ومع هاد الحبوب هادو وجبه كامله غنيه. اللي ما كيعرفش الشيا غادي نوريها لكم في يدي، راه هي حبيبات صغيره جدا. نتمنى انها تكون كتبان لكم. بالنسبه اللي ما كيعرفش شنو هي الشيا، هي هذه حبيبات بحال البافو، هي بحال سكن زريعه البافو ولكن ماشي البافو، هي الشيا. وكنستعمل زريعه الكتان البنات، زريعه الكتان حتى هي كنطحنها وكنديرها في الخبز. كنستعمل اللوز يفيلي لي التزيين الخبز ديالي، وكنستعمل القرقاع، وكنستعمل اللوز بالقشور ديالو كنطحنو كنديرو خبز. بالنسبه للمحليات انا سكر، يعني انا كنستعمل ستيفيا، وهذا كنديرو في العواصر وكنديرو في في في, في لي تارت وفي الحلويات في الكيكات، ومهم الحلويات ديال الكيتو كنستعمل هذا. وكنستعمل ستيفيا كنبغي نديرها في اتاي، لي ساشي حتى هما كنديرهم حتى هما دي ستيفيا. وعندي لي غوت كيكونوا لي غوت ديال الماء ديال ستيفيا. الاجبان بالنسبه لدانون مسوس حتى هو دايزنا في 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 الكيتون، ولكن ماشي بنسبه كبيره، انا كنديرو غير شي معلقه ولا جوج مع حليب اللوز او حليب الكوك، مع دوك الزرارع ومع الفواكه فرومبواز ولا الفخاز. اذا انا كنستعمل هذا، كنستعمل هذا طبيعي بدون سكر. كنستعمل حليب اللوز، شويه غالي ولكن ما عندنا من نهرب، ما عندنا ما نديرو. هذا سيستان هاو الماند اوريجينال نتاع اللوز، هادشي اللي كنلقينا في المدينه ديالنا، ما عندناش بحال الكوك. الكوك مخلطينه مع الرز، حنا الرز ما دايش في الكيتو، دونك خصيه تاخدي الكوك عادي بوحدو، يا اما اللوز بوحدو. حليب اللوز شويه غالي، شي 30 درهم لليتر، شويه غالي. وعندي حليب الكوك كنشري، هذا هو اللي كندير انا في القهوه ديالي، اولا شي حاجه بغيت نشربها هكا في العواصر ديالي ولا اذا اولا. هذا انا شريت منه ثلاثه كيقدوني للشهر، وكيف انا كنفطر به البنات، صحي بزاف، حسن من الحليب الحيواني. اما هذا اولا هذا، وكندير كندير بحال درت لكم اختفوا في القناه في الفطور ديالها ديال الصباح، كديري الزرارع وديري دانون المسوس والحليب سواء الكوك او هذا، وديري شويه الفروتا اللي بغيتي، الفرومبواز ولا الفخاز ولا البربوري الا لقيتوه. حنا ما كيكونش عندنا الصراحه في الحسيمه، وكندير غير الفخاز والفرومبواز عندي كونجلي، او لا دابا راه بدا كيخرج اللي هو موسمي، يعني اللي هو طري كما نقولوا حنايا. كنقطع ثلاثه الحبيبات ولا وكنديرهم مع في القريعه ديال الدجاج، ونخليهم مع الشيا والزرارع شويه وزريعه شو واحد معلقه ديال الكوك، واحد معلقه ديال الجنجلان، كلشي خضر ما كاينش محمص، صافي. وكنفطر به الصباح رائع جدا، مركز القهوه مسوس كحله يا لالا اللي كتبقاي نهار كامل شبعان. هذه ديال المونطاخ كنحتاجها في الحلويات، كناخذ غير كميه صغيره لا تقدني. كناخذ ماسكاربون حتى هو كنديرو في الحلويات في لي طارت ديالي. كناخذ القشده هذه البنات، هذه القشده هذه كتعجبني بزاف في الطبخ، غزاله غزاله غزاله، هذه زوينه بزاف القشطه الطريه. وكناخذ هذه ديال كوسينار، هي هذيك اللي كنطيب بها ولا هذه، وهذه كنديرها في الحلويات، هذه الحلويات وهذه ديال الطياب. الطياب راه كيكونوا فيها لي بات، وكاينه اللي كتكون حتى خاصه بلي بات وميم طون بالحلويات. خلت التفاح ضروري يكون معانا، بينداكاس، بينداكاس البنات مزيان في في الكيتو، عجينه الكاكاو الا بغيتي ديريه في المنزل ديريه، راه الاخت ديالي دارته في القناه، راه عندنا في القناه طريقه نتاع البينداكاس. كنستعمل لافاش كيري لايت، انا كنحمق على هذه. كندير الطحيني ضروري تكون عندنا في الكيتو، في نظام الكيتو. اذا دابا كنظن انني وريتكم كل شيء. وكندير اتون، تون شريت هادشي اللي تقديت انا لهاد الشهر، هذا اتون جوج باكيات كافيين للشهر كامل. والفخوماج راه كناكل هذا، وكناكل لافاش كيري، وكناكل الجبن جبلي، والله يجعل شي بركه.
ديالكم وما تخافوش من الاجبان، لان مجموعه الناس اللي كتقول لك بان الاجبان كنصحح نو، كتصحح الا ضفتيها مع الخبز وضفتيها مع البطاطا وضفتيها مع السكريات، سي نورمال غتصحك. اما الا خديتي الكيتو اللي شان لحقو طريقو، فكوني على يقين انك غادي تهبطي في الوزن وتكوني بصحه ونشاط. غادي نمروا دابا الخضار والفواكه ديالنا في الكيتو الكيتونيه. طبعا اول شيء عندنا الكروم، الكروم والشيفرول. الكروم والشيفرول هادو ضروريين في الكيتو. عندنا الفلفل الاحمر، الفلفل الاصفر، غنيين بفيتامين سي، ضروريين في الكيتو. والفلفل الاخضر. عندنا لي طوماط سوريز، الفطور في الصباح رائعه جدا في لاصالاد. والطماطم العاديه شي قرعفتي البنات غزاله تقولي تاكليها خضراء بلا ما طيب عادي. طماطم تبارك الله بالعريش، هذه اللي كتكون بالعرش رائعه جدا صحيه اكثر غير بشويه. دونك القرع الاخضر، الفلافل بجميع الانواع ديالها، لافوكا، لافوكا ضروريه، باذنجان، الباذنجان او الباذنجان او الباذنجان، الحامض، الفقوس، انا شريت ثلاثه كيحمقني، والخيار كذلك مثال. وشريت الخيار لان كنحتاجو في الصباح بزاف، دونك الفقوس والخيار ضروري في حميه الكيتو. الجزر بنسبه قليله جدا، داكشي انا ما شريتش بزاف، شريت غير شويه شي نص كيلو جزر غزال، مازال فتي غزال غزال غزال، كندير غير نص حبه بركه. الكرات، البوارو ضروري بالنسبه راه بحال بصله، هو ماشي بصله، كرات نوع من البصل. البصل كذلك مثال، انا كنستعمل الابيض والاحمر بجوج في الماكله ديالي. شنو باقي لي، شنو باقي لي، السيترون ضروري في الحميه ديال الكيتو، سيترون ضروري. اللوبيا الخضراء، اللوبيا شعره البنات، اللوبيا شعره ضروريه في الكيتو. بالنسبه للزبده البنات كنستعمل هذه حيوانيه، مصدر حيواني، كنستعمل هذه هذه ولا هذه، وكنستعمل وحده اخرى كتجيني شويه غاليه بزاف، تقريبا نفس الثمن. لا موطارد كنستعملها، والمايونيز كنستعملها. اذا الورقيات شريت هذا النوع من الخس الفريزي، هذا زوين، هذا كيكون شويه مره البنات، شركيه مع الخس العادي. وشريت الخس العادي من السوق، هذا زوين، هذا كيكون في مرجان داك الفريزي، وهذا كيكون في السوق، هذا زوين، هذا داك المكركب. القزبور ومعدنوس والنعناع طبيعة الحال، والبيض والسلق، السلق البنات، هذا السلقه ولا السلك، حنا كنقولوا له السلك، ها هو رائع جدا البنات، ديروهم في مع الماكله ديالكم. والقرع الاحمر كندير شويه في واحد طروسو صغير في السوبه، يعني انا لقيتها شويه رخيصه، شريت وحده كبيره فرقتها انا والاخت نتاعي، هذه شريتها من الطريق اللي كنمشي للخدمه، وشريت وحده كبيره تبارك الله، قسمتها مع اختي لان ما يمكنليش انا ناكلها كامله بوحدي، وخليت انا غير شويه هاد الطروسول ديالي اللي خليت كنديرو في السوبه مره مره. لقيت الفريز يلا خرج مازال غاليه البنات، 20 درهم الكيلو، شريت 600 غرام، الله يجعل البركه. وهادو هما المشتريات نتاعي نتاع التقضيه ديالي ديال الكيتو، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تدخلوا تتبعوا في هاد الحميه، لانها اولا صحيه، ثانيا كتفقدي الوزن مع المده، كتفقدي الوزن وكتنظمي الحياه ديالك ديال الاكل، وكتعرفي شنو كتاكلي، ما تبقايش غير تخلطي وتاكلي السكريات وداك الطحين وداك. انا راه ما كناكلش الخبز، كناكل الخبز كنديرو باللوز، راه ديجا درتوكم في القناه البنات، والاخت نتاعي حتى هي دارته لكم في القناه. اذا ما عليكم غير ترجعوا للفيديوهات وتشوفوهم وتستافدوا نتوما اكثر، باش تعم الفائده لجميع عيونا ان شاء الله وبحوله. اذا ما عليا غير نقول لكم مع السلامه، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. وما تنساوش
لي لايك لي لايك لي لايك وتابونا عندنا في القناة، والف مرحبا بكم عندنا. يلا مع السلامة.